الله عليه وسلم الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحياتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. معشر الاخوة الاعزاء، مع الدرس 28 من اخلاق سيدنا محمد نصل من الحديث ما كان قد انقطع من قبل، ولقد كان سيدنا وحبيب قلوبنا ونور عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الخيرات والاعمال الصالحات التي يصل ثوابها للميت في قبره. انا عايزك توحد الله. سبع اشياء صوابهم مستمر الى ان تقوم الساعة. يوصل صوابهم للميت الى ان تقوم الساعة. كل يوم يدخل عليه الملك قبره بثواب هذه الاعمال. فنشوف الحاجات السبعة لنا فيها كام او ملناش فيها، نبقى نحاول يكون لنا فيها، والناس اللي لهم فيها لهم بنسبة كام في المية، ونشوف احنا كمان، لان ربنا بيقول ايه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وبيقول لي مثل هذا فليعمل العاملون. صل على الحبيب محمد. اول شيء من السبعة، من ورث مصحفا، اللي هو يحفظ اولاده القرآن او اولاد المسلمين يحفظهم القرآن. كل الاولاد ما يقروا قرآن ليه صوابه في قبره ممتد، ودي احدى بركات القرآن الكريم، وبركاته كثيرة لا تعد ولا تحصى. ايه كمان؟ قال او علم علما. اللي يعلم ناس علم من علوم الله، من علوم الدين، من علوم الاسلام، علم ينتفع به العباد، هذا التعليم وهذا التعلم يعتبر صدقة جارية لمن علم الناس بعد موته. شوف لدرجة ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الله وملائكته، الله والملائك والنملة في جحره والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. يكون كله، ويكفي إن ربنا سبحانه وتعالى يصلي عليك يعني يرحمك. العلم اللي ينتفع به صوابه يصل الى الميت بعد موته. من ضمن الاشياء الجارية، يا رب تحفظ واحد سورة الفاتحة، لان النبي قال كده، النبي قال: بلغوا عني ولو آية. انا عايزك تصلي عليه. يعني لو قعدت مع المدام في البيت وحفظتها سورة الفاتحة وعلمتها التحيات وسورة الرها بعد الفاتحة، هذا العلم يمتد ثوابه لك الى ان تقوم الساعة. واحنا بنقول المدام بالذات، لان الزوجات النهاردة هجروا الصلاة، بيوت المسلمين عشش فيها العنكبوت، مفيش صلاة،
صلي يا ست تقول لك انا حامل، صلي يا ست لما الواد ينفطم، صلي يا ست لما الواد يمشي، الواد مشي صلي يا ست ده حامل رقم اتنين، وهكذا حمل فرضاعة فمشي فحمل الى ان تلقى الله، ولم تركع لله ركعة فتلقى الله وهو عليها غضبان. النبي قال كده، تسمعوني الصلاة عليها يا رجالة ولا اللهم صل عليه. النبي قال ايه؟ من لقي الله وهو تارك للصلاة لقيه وهو عليه غضبان. وهو عليه غضبان. الا الصلاة. اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة. طيب واحدة ما بتصليش هل جثة يطلقها؟ لا. ما طلقهاش. ربنا ما قالش طلقها. انما ربنا قال وامر اهلك بالصلاة والصبر عليها. عالجها بجميع انواع العلاج. شوف لدرجة واحد بيحكي لي بيقول والله ما خليتها تصلي الا لما كذبت عليها. قلت له عملت ايه يا ابني؟ قال قلت لها انا شفت في المنام واحد بيقول لي قول لمراتك تصلي والا الوالد اللي معاها هيموت. هي سمعت ان الواد هيموت على طول قامت اتفضل تصلي. والله هي فكرة طيبة بس يعني هنعمل ايه؟ وحد الله قل لا اله الا الله. تجد النهاردة بيوت المسلمين اللي كان الزمان عبارة عن خلايا نحل من قراءة القرآن. كانت خلايا نحل زمان. يعني عمر بن الخطاب بيقول اول ما دخل الاسلام في قلبي كنت امشي ذات ليلة في مكة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ من سورة الحق. شوف بقى التلفزيون بتاع زمان. شوف الاذاعة بتاع زمان. ها؟ اللي النهاردة استبدلناها بالفساد والخراب. فخر بيوت المسلمين خربت. مفيش. خناقات ونزاعات واكتب القايمة ونعيد كتابة القايمة ولابد تكتب لها التلاجة والبوتاجاز والتليفون. الموضة الجديدة اليومين دول حضرت كم مشكلة ما اعرفش بقى السر في ده ايه. كم مشكلة زوجية. نقعد عشان نصلح نبص نلاقي اهل الست بيقولوا بقى كلام غريب ما تعرفش الكلام ده جابوه منين. انا بنتي مستعد ان انا اوديها لغايه بيته بس بشرط. اقول له الشرط ايه يا فلان؟ الشرط ايه يا ابو العروسه يا ابو الست يا راجل يا اللي بتفها؟ يقول والله لينا شرطين. الشرطين دول يا اخوانا والله سمعتهم من كذا واحد من الناس. والمصيبه ان ما فيش واحد يعرف التاني. ما تعرفش هم سمعوا الكلام ده فين. انتوا عارفين الشرطين ايه؟ اول شيء يحط البنت قرشين في البنك عشان يأمن مستقبلها. طب زي بعض ماشي. الشرط الثاني يا مستر، مش عايز اقول مستر بيجن بقى او مستر او اي مستر او بس، لان شروط بيجن وحش برضه. الشرط الثاني ايه؟ يقول لك يكتب الكونترات بتاع الشقه باسمها هي. وبعدين انا يمكن الايام اللي فاتت دي ثلاث اربع مشاكل كل ما نيجي عشان نصلح يا بنتي ده انت معاكي اولاد والراجل ابن حلال ومستقيم وعيب انه بيصلي او بيعرف ربنا، عيب والده بيجي يصلي الجمعه معانا هنا او بيقضي اليوم كله عندنا هنا. قلت له يا ابني ما تصليش عندي، تصلي في اي جهه. وصيت الناس اللي عماله لما تلاقوا الجدع ده داخل عندنا يوم الجمعه احجزوه وادوه حولوه على اي جامع فات. ما ده هو الطلاق بسبب انه بيجي يضيع اليوم هنا. لا حول ولا قوة الا بالله. فبقى يعني تأمين مستقبل، ده المستقبل بيد الله. مستقبل ايه؟ حط لها 500 جنيه في البنك، 1000 جنيه في البنك، طب وبعدين؟ وبعدين ده سيدنا عمر بن عبد العزيز لما جه يموت كان تارك كتير، كان تارك 15 عين. عياله كانوا 15. ترك لهم مال كتير 17 دينار، يعني كل واحد يلومه دينار وحته.
الدينار كان يساوي يوميها 50 ساعة. قال له ماذا تأثر يا ولادة؟ ده انت امير المؤمنين ما تحولوهم قرشين على بنك دمشق او بنك مكة. قال تركت لهم الله ورسوله. قال يا عم عمر والكلام غير ده، ده انت تارك 15. قال تركت لهم تقوى الله. يا عم اعمل معروف. قالوا بعدين ان كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وان كانوا غير ذلك فلو تركت لهم مال قارون ما اغنى عنهم شيئا. تأمين مستقبل ايه؟ تأمين مستقبل، مستقبل بيد الله. البيت اللي فيه تقوى الله عمره ما ينفضح ابدا ابدا. مسألة لا هي مسألة غنى ولا مسألة فقر، المسألة مسألة قناعة. طيب والشرط الثاني يقول لك يكتب الكنترات باسمك. طيب عشان ايه؟ اذا قال لها بم تقفل الباب وراه وتقول له طبعا مالكش حاجة عندي. تقول والله الشروط ضيت على غير ما انزل الله ورسوله وخلاص، وتنتهي المفاوضات بايه؟ مالكش فايدة. ما تعرفش بقى هم جابوا الشرطين دول منين؟ يظهر في فيلم في التلفزيون بيقول كده، يظهر ان ربات البيوت فيها كلمتين زي دول، وتجد بيوت المسلمين بتخرى بيوت بالطريقه ديت. لا حول ولا قوه الا بالله. والله الذي لا اله غيره، انت لما تقرا سير الصالحين تجد العجب. بعد ما تسمع الصلاه على خير الالام سيدنا محمد، مرات ابو طلحه كان عندها ولد وحيد وخرج ابوه متاجرا فمات الولد في غياب ابوه، ورجع الراجل. الست غسلت ابنها وصلت عليه ودفنته، مش عجب حد شعر بحاجه ابدا. وجه الراجل اخر النهار، جه تعبان من السفر، قامت الست غيرت هدومها وتوضت وبقت في منظر كريم وطيب. كيف حال ابننا اول ما دخل؟ ما هو الواد الوحيد، الواد زي حاله اول ما سال، مش قامت ده شقه الجلابيه يا حزن عليك يا ابني وما كانش يومك يا ابني يا شبابك يا. لا لا لا، الواد زي حاله كيف حاله؟ قالت له يا ابا طلحه لقد امسى الليله لا يشكو تعبا فقد نام نوما هادئا. شوفوا الفرق بين تربيه سيدنا محمد وبين تربيه شكوكه. شوف الفرق بين تربيه سيدنا محمد وبين تربيه التلفزيون. شوفوا الفرق، فرق شاسع جدا مفيش نسبه. شوف ست يموت ابنها تقوم تغسله وتكفنه، جابت فلوس الكفن منين؟ ابدا. خير ما يكفن فيه الانسان ثوبه الذي يصلي فيه، مش شغل الجاهليه اللي الناس ماشيه فيه. واحده تمدك النهار نروح نعزي، اخوها يقول لابد اجيب لها الغالي كله. غالي ايه يا ابني؟ كفنها في هدومها اللي صلت فيها الفجر، اللي مصليها الفجر ونايمه، كفنها في هدومها اللي صلت فيه. يروح قال يشتري لها كفن بكتير ب 20 جنيه، حرام عليك حرام عليك. ده سيدنا ابو بكر قال كفنوني في ثوبي هذا. عيشة قالت له لقد بلي يا ابا بكر اشتري لك كفنا جديدا. قال لها الحي اولى بالجديد من الميت. قال يا خلاص يجيب لها كفن ب 20 جنيه يبقى اكرم اخته. طب لو كنت راجل كلف من جيبك بقى، كلف من جيبه ازاي؟ جه اخر الليل ومسك ابنها اللي قال له يا خالي اعمل معروف، انا راجل عارف ربنا، امي تتكفن في الجلابيه اللي ماتت فيه، احنا عايزين بقى نعرف النور. قال له ازاي؟ هي رخيصه عندك انما مش رخيصه عندي، دي اختي حبيبتي. طب اذا كنت راجل كلف من جيبك؟ لا. يجي اخر الليل يحاسب بالورقه والقلم. طب وهي الست يعني
هو انتوا بتزفوها ايه؟ دي ريحه الجنه ونعيمها مش ده ربنا هيبدلها ثوبا من سندس واستبرق. كفنت ابنها في ثيابه ودفنته وصلت عليه، وجه ابوه بيقول لها ازاي الحال؟ قالت له لقد نام الليله نوما لا يشكو بعده تعبا. ارتاح. يا سلام، انا عايزك توحد الله وتصلي على الحبيب. وهيأت له نفسها فنام معها تلك الليلة. شوف ابنها فين وهي فين. كل ده ليه؟ عشان لا تدخل عليه الحزن. ده هي مش عايزاه يحزن. الراجل جاي من الصفر وطول النهار بيجري على لقمة العيش. اهو مفيش احن من الامة على ولدها غير ربنا. ومع ذلك لم ترضى لزوجها ان ينام حزينة. اهي دي تربية النبي. دي تربية النبي ودي نشأة النبي ودي تعاليم النبي. وقضى معها الليلة ونام قبل الفجر وقام واغتسل عشان يروح يصلي ورا مين؟ ورا النبي. بعد ما قام بيقول لها أين ولدنا؟ عايز أشوف. قالت له ده نايم. طب خلاص ده احنا قمنا منه. قالت له يا فلان ده انا زعلان. ليه؟ انا استلفت من الجيران شيء وطلبوه مني، استلفت منهم منخل عشان انخل به الدقيق وطلبوه مني. قال لها اوليس عارية؟ قالت له عاري. قال لها اتحزنين اذا طلبوا عاريتهم؟ قالت له لا. وهل تحزن انت اذا اخذ الله منا عاريتك؟ شوف بس العقل الحكيم، شوف الحكمة والعقل، بتلزمه بالحجة القاطعة. هو الواد كان عندنا ايه؟ هو ملاكي؟ ده ملك ربنا، ده انا وانت والولد والكل ملك لواحد بس، ملك لله. ربنا ادانا عارية واسترد العارية فهل نحزن؟ قال لها انا لله وانا اليه راجعون. يا سلام يا سلام يا سيدي، بعد ما تسمعنا الصلاة على حبيب الله. وده كله ليه؟ عشان ما تحزنش الراجل. لان النبي قال كده، أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة، وأيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فالجنة عليها حرام. اللي هي اللغة بتاعت إذا كان عندك كرامة طلقني، اللغة الجديدة بتاعت التلفزيون. إذا كان عندك كرامة طلقني، إذا كنت راجل طلقني. طب ولكم اللحم اللي وراك يروح فين؟ عيالك يروحوا فين؟ وإيه أسباب الطلاق؟ ده ربنا بيقول ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. يا طب ده اللي بيمشي في صلح بين واحد وواحده يكونوا زعلانين، بس يكونوا مشى من هنا لغايه كوبري القبه عشان يصلح، او من هنا للشرابيه عشان يصلح.
ربنا يوم القيامة يقول له انت مشيت كم خطوة واتكلمت كم كلمة. يا سلام، بالعداد هو تلغراف. مشيت كم خطوة واتكلمت كم كلمة عشان تصلح. يا رب انت عالم بالخطوات وعالم بالكلمات، فيقول له لك بكل خطوة خطوتها ولك بكل كلمة قلتها عبادة سنة قمت ليلها وصمت نهارها. يا سلام يا سلام يا سلام. امال ايه؟ امال نقعد نتفرج على بعض؟ مرات فلان غضبانة، الله يا شيخ ده كانت خسارة فيه، ده هو ما يستاهلهاش، ده بطران يا شيخ، ده هو خسارة فيه. تقوم خناقة عند الجيران، يقوموا كلهم الجيران اللي جنبهم، الراجل يقول لي على اسكتوا اما نسمع بيقول لها ايه. شوف شوف بيقول لها ايه، اسمع اللي ده ما بتكلمش. يا سلام، هو ربنا قال اذا اتخانق الجيران فاستمعوا لهم وانصتوا لعلكم تفهموه؟ ده كلام ايه الكلام الفارغ ده؟ ده ربنا قال ولا تجسسوا، ربنا قال ولا تجسسوا. احنا لا نروح ساعة ما تقوم الخناقة، الجدع اللي يسمع عشان يحط ودنه على خرم المفتاح عشان يسمع اللاسلكي كويس. طيب، لا مش اخلاق المسلمين، اخلاق المسلمين غير كده. فلان غضبان مع مراته، زعلان مع عياله، ومراته في بيت ابوها، على طول زي ما بتستدعي وابور المطافي عشان يطفي النار، تاخد بعضك وتني رايح من غير جارك ما يحلم. ايه مو فلان هنا ليه؟ تاخد الست بتاعتك وتروح. ايه الساعه المزعلانه مزعلانه من ايه؟ والله ده الراجل بيشكر فيك وراجل طيب، وتزرعوا كلمه طيبه عشان تبقى عند ربنا شجره طيبه اصلها ثابت وهراء في السماء. والله المشوار ده ما هيكلفك حاجة، يعني هتدفع اجرة الترمير شنساخ او الاتوبيس زي بعض يا سيدي، ما انت هتشرب من فنجان قهوة هناك ولا كوباية شاي، يعني ما خسرتش حاجة. كلمت كلمة لله، ربنا يزرعها لك في ارض الجنة، تطلع شجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. اللي يحب النبي سمعنا الصلاة عليه. ادي الناس الطيبين ديت، الناس المسلمين بحق. طب واللي مشى عشان يفرق بين واحد ومراته، ما ساعات تبص تلاقي اخو البنت يقف معاها ضد جثه، لا مش مروحها لك، ولو روحت لك مش عاود في البيت. طب يا ابن ربنا يهديك، ده اختك، ده عرضه، تكلم كلمه طيبه. ساعات عمها يتكلم كلمه وحشه، لا ما تروحلوش، ده لابد نعلمه الادب. اللي يقول الكلمات دي جزاؤه ايه؟ شو اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من مشى في تفريق رجل من زوجته احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد. يا لطيف يا لطيف. من مشى في تفريق رجل من زوجته احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد. لا يرى رحمة الله يوم القيامة، وينادي الملك على رؤوس المجامع إن فلانا هذا محجوب عن الله لأنه فرق في الدنيا بين فلان وفلان. يبقى منظر الإنسان إيه بقى لما جوز الولية يسمع إن أنت اللي كنت خارب بيته؟ يبقى تياله عايز يمسكك بقى، مش يوديك محكمة باب الخال، يوديك محكمة مالك اللي هي جهنم. ربنا يكفينا شر الفضايح. أيوه. وحد يا مسلم لا إله إلا الله. ولذلك المسلم النهارده يجب كل ساعة تفوت عليه يغتنم فيها خير قبل ما يلقى الله. كل ساعة. شوف الست ابنها مات وجه جثها لم يشعر بشيء، الولد فين؟ قالت له ده نايم مرتاح، سيبه نايم.
وهيأت نفسها وضبط له الأكل وكل وباشر حقه معها. والآخر الواد عايز أشوفه، قالت يا أخي ده كان عاري يا ربنا متهان، أنا حكم ربنا، ربنا طلب العارية بتاعته في الوقت بتاعه خلاص، يعني الواد مات. أيوة مات، يبقى إنا لله وإنا إليه راجعون. راح يصلي ورا النبي عليه الصلاة والسلام، معلم الناس الخير، الرحمة المهداه والنعمة المستاه، وحكى للنبي الحكاية. قال له تتصور حصل امبارح كذا كذا، بقى الواد ميت وهي مضبه لي الاكل ونايمه معايا، حاجه غريبه جدا. تعرف النبي قال له ايه؟ ما هو لو كان بقى واحد من بتوع الاهاوي اللي قاعدين طول الليل يشدوا الشيشه والجوز ويقول له اما مرض دمها بارد صحيح، اعوذ بالله، ابنها ميت وتعمل كده؟ دي ما عندهاش قلب. لا والله هي عندها قلب، انما انت اللي ما عندكش عقل ولا ايمان. تعرف النبي قال له ايه؟ بارك الله لكما في ليلتكما هذه. الله يا شيخ يبارك لك في الليله بتاع امبارح. انت عارف الدعوه دي كان اثرها ايه؟ راوي الحديث انس بن مالك بيقول فعشت حتى رايت لهما سبعه اولاد كلهم يحفظون القران الكريم. ابشر الصابرين يا اخي. يا اخي ابشر الصابرين. يا اخي ربنا وفق كل واحد حسابه، انما دي عند الصابرين، قال انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. دول بالكبشه دول. دول بالكريك. مش هنعد عليهم. لا، انما يوفى الصابرون اجرهم ايه؟ بغير حساب. بغير حساب. ولذلك شوف الست الطيبه اللي جوزها اتجوز عليها عشان بتخلف بنات، وراح اتجوز واحده خلف منها صبيان. فقال لك ما دام دي بتجيب صبيان ودي بتجيب بنات، نسيب الفابريكه بتاعت البنات ونخلينا مع صبيان الانتاج المحلي ده. ففي مره شافته ماشي بكل ادب وانساني، مش قامت لطشته قلمين ومسكته مقص جابته على الارض، لا، بكل ادب تقول له مالي ابي حمزه لا ياتينا ويدخل البيت الذي يلينا غضبان الا نلد البنين، والله ما هذا بعيب فينا، فنحن كالارض لزارعينا ننبت ما قد يوضع فينا. كل ادب. الرجل سمع الكلمتين دول اتلوع، قال لها ده انت علمتيني، انت علمتيني ان الذكوره والانوثه البنت مالهاش دخل بيه، الزوجه مالهاش دخل. الزوجه دي عباره عن ارض بترمي فيها شعير تطلع شعير، ترمي قمح عمره ما يطلع ابدا ذره، هو قمح. انما ربنا وضع عناصر التسكين والتانيث في ماء الرجل، ولذلك قال ايحسب الانسان ان يترك سدى، الم يكن نطفه من مني يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منها ولا منه منه الزوجين الذكر والانثى. هي ارض بترمي فيها الحب بيطلع حب، رميت شعير طلع شعير، رميت ذره طلع ذره، يبقى هي مالهاش ذنب ابدا. ولذلك ربنا قال ايه؟ نساؤكم حرث لكم. حرث، ارض طيبه، ارض طيبه، فاختار الارض اللي تطلع نبات طيب. اصفر بذات الدين تربت يداك، وحد من لا يغفل ولا ينام. نرجع لسيدنا عمر بن الخطاب لما كان فايت بالليل سمع النبي بيقرا سوره الحق. وصلوا على الحبيب. بيقول اول ما دخل الاسلام في قلبي، اول خيط من خيوط فجر الاسلام امتد من السماء الى قلب عمر، كان بسبب انه سمح سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقرأ سورة الحق. فبيقول انا سمحت النبي بيقرأ السورة، فدار بيني وبين نفسي حديث خفي لا يعلمه الا الله. قلت في نفسي ان هذا الكلام كلام شاعر، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر السورة يقرأ ويقول وما هو بقول شاعر قال
قليلا ما تؤمنون. فقلت في نفسي إن هذا الكلام كلام كاهن، كاهن يعني بيتصل بالجن ويدعي أنه يعلم الغيب. فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الآية التي بعدها: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فقلت في نفسي إن هذا الكلام كلام محمد وليس كلام الله. فسمعته يقرأ في الآية التي بعدها تنزيل من رب العالمين. فقلت في نفسي: أشهد الله أن هذا الكلام كلام الله. يا سلام، أنا عايزك تسمعني كلمة التوحيد. فكونك انت تعلم واحد علم ده صوابه مش هينقطع، ربنا مش هيحيلك على المعاش ابدا، صوابه ممتاز. تقعد مع ابنك تحفظه صوره، تقعد تفهم اولادك ان قبل ما يناموا الواحد يفتح كفيه ويقرا قل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس، يقرا كل صوره 3 مرات ويمسح وجهه بكفيه وجسمه. سنه النبي يا اولاد قبل ما تناموا كل واحد يفتح كفيه يلا نقرا سوا، كل واحد يفتح كفيه كده هو يقرا قل هو الله احد بكفيه، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس كل سوره 3 مرات ونمسح بها جسمنا ووشنا. ربنا يحفظ الانسان من همزات الشياطين، ويحفظه من ايه كمان؟ من الحسد. من الحسد، لان النبي قال العين حق الحسد. ما هو واحد يقول لك ابني ماليش نفسي دي، ما بيجيش نفسي ياكل، ابني ما بينامش، ده معمول له عمل. مش معمول له عمل، هو حسد. طب واعمل ايه الحسد؟ يا اخي القران عندك اهو، قل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس. يعني صور اظن ما فيش حد يقدر يقول مش حافظها، يعني ما يصحش. انا مش هقول لك البقره وقال عمران والنساء، تقول لي يا عم هو احنا راسها؟ لا. قل هو الله احد 4 ايات، وكل عاوز رب الفلق، وكل عاوز رب الناس 11 آية الاثنين، 4 و11 15 آية. ياخدوا منك كتير 5 دقايق. وتحصن بهم نفسك. خلي عيالك يحصنوا بهم نفسهم قبل ما يناموا. يا عم هو باللي فاضي. ده فيلم مدرسة المؤمنين، صح دي مدرسة المشاغبين، لا لا دي فيلم عارف فوق الشاشة، حد فاضي القرآن. أدي الناس النهاردة. وقال شوف من ضمن تمثيل الناس اللي هم بيعملوا الإعلام، بعد الفيلم ما يشطب يقول لك ايه القرآن الكريم. الواحد سمع فيلم ممتاز 98 قبلة بين فلان وفلان، القرآن الكريم، الحق يا عطفي الحق، ايه القرآن؟ خرب بيتك، ايه اطفي بقالك 3 ساعات قاعد قدام شكوكو، 5 دقايق بتعرف بينا. ما هو صحيح صحيح، أيليق بالورد أن يوضع فوق قمامات الزبالة؟ ما هو ما يصحش، ما يصحش أبدا. إن مثل هذا كمثل من وضع في عنق الخنزير عقدا من لؤلؤ وياقوت وجوهر، ما يصحش. كالقبر حفته الزهور وتحته عفن دفينه. أنا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. من علم علما علم قول لهم النبي قبل ما ينام كان بيقول ايه؟ ساعة ما ينام كان ينام على جنبه اليمين، يبدأ النوم بجنبه اليمين. علمهم السنة العملية في حياة النبي. افرض ان انا ما برجيش نوم على جنب اليمين، بس ابدأ باليمين ولو 5 دقايق وبعد كده اتقلب على كيف، بس ابدأ بما بدأ به رسول الله الصلاة والسلام. كان بيقول النبي اما يجي نام كان بيقول ايه؟ اللهم اسلمت نفسي اليك، ووجهت وجهي اليك، وفوضت امري اليك، والجأت ظهري اليك، رغبة ورهبة اليك، لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك،
آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واحد يقول لك يا عم طب انت كنت في الازهر، انما احنا ما رحناش ازهر، ايه هنحفظ ده كله ازاي؟ خلاص قول بسم الله توكلت على الله. يا اخي الخير كتير. في واحد ممكن يتغدى بثلاثة سخ سندوتش طعمية والتاني يدخل عند ابو شقرة ياكل بسبعة جنيه، خلاص ما دام انت جيبك عنده زكام هاكل على قدك. قول بسم الله الرحمن الرحيم. بس المهم ما تنساش بسم الله. ما تنساش بسم الله. اسمك اللهم اضع جنبي وبك ارفع. ان امسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالح. برضو النبي كان بيقول دي قبل النوم. وبعدين يكون قبل ما تنام عندك نية ثابتة عند الله انك تقوم تصلي ركعتين بالليل والناس نيام. تعرف حتى لو ما قمتش يعني غلبتك عينك فنمت فلم تقم الا على اذان الفجر. انت عارف النبي بيقول من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم من الليل فيصلي فغلبته عينه فنام كتب الله له ثواب ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. شوف العيشة النظيفة، عيشة النظافة وعيشة الطهر، مش عيشة السجاير والشيشة والفقر والغل. يا لطيف يا رب. وحد الله وسمعني الصلاة على الحبيب النبي. واحد ينوي ان يقوم يصلي ركعتين بالليل بس ليا مش شغل، يعني تقول لي انا نويت وانت في نيتك بتقول والله ما انا الا بعد الفجر بساعه، لا ده ربنا مقلوب يكون في نيتك فعلا انك تقوم تاخد خمس دقايق من الليل صلاه. ربنا سبحانه وتعالى اذا قومك بالليل صليت لك الاجر. النوم غلبك ما قمتش الا والفجر بيدا، ربنا يقول ايه؟ انا برضو هكتب لك ثواب نيتك وشوية النوم اللي انت نمتهم فصدقت به عليك. يعني ايه المهم؟ ايه ده المهم؟ وانت نايم بينكتب لك ثواب، وانت نايم في العسل نوم. شوف نايم والملائكة بتكتب لك. طب عايز الملائكة تتقالك وانت نايم؟ اتوضى قبل ما تنام. اتوضى. ده واحد طبيب عيون بيقول لي والله الوضوء الواحد احسن من ازازه القطره. الوضوء بيفيد العين احسن ما تجيب ازازه القطره. ولذلك الراجل المتوضي ما لا تبص تلاقيه رايح لدكتور اسنان ولا لدكتور عيون ولا انف واذن وحنجره، لان 15 مره الميه شغاله. نظيف ورجليه نظيفه ووشه نظيف واخر جمال. انما اللي قاعد بقى طول الليل يسحب في الشيشه والجوزه وحرقان ومتهبب وقاعد على القهوه واطلب مشاريب والعب على مشاريبه والعياذ بالله وسب دين ومعامله سيئه، ده بعد ما يموت ربنا هياخذوه فاقول له وادوه في داية. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. اتوضيت ونمت قبل ما تنام؟ نمت على وضوء. بات معك ملك في فراشك. لازمته ايه؟ قال كلما تقلب العبد ليلا قال الملك اللهم ان عبدك هذا بات متوضئا فاغفر له. الوضوء هيكلفك قد ايه؟ هتتوضى بكام؟ ما خلاص ما تقولش بقى العيشه غاليه. طب الوضوء بكام؟ انا بدي اسال الوضوء بكام؟ وانت داخل الجامع في شباك تذاكر هترفع درجه اولى ولا لوج ولا طاعه ربنا كلها ببلاش، انما طريق جهنم بفلوس. 50 تكون ياك ب 5 جنيه.
بتروح سيما بنص جنيه، واذا كان معاك الفاميليا قطعت لوج ولا بلكون تقطع 3-4 جنيه، الترابيزه في هيلتون ب10 جنيه، هنا الترابيزه بكام؟ مفيش. بالعكس ده هيجي علينا يوم نوزع عليكم سندوتشات، يعني يا بلاش والله. طاعه ربنا مجانا، دخول الجنه مجانا، ودخول النار بفلوس. اللهم اكفنا شر النار يا رب وعذاب النار. طيب وحد الله يا مسلم، قل لا اله الا الله. من علم علما، اول النبي ما كان يقوم من النوم كان يقول لا اله الا انت، اول كلمة، اول ما يبدا يخط في الصحيفه كلمه لا اله الا انت. انا عايزكم تجربوا الكلام ده من الليلادي وتشوفوا ربنا هيكرمكم اخر كرم، هيوسع عليكم وهيهدي سركم ويهدي الاولاد اللي طول النهار يلعبوا كوره في الشوارع ويسيبوا دين الله. دخلوا عدادات نور من عند النبي. اول ما تقوم من النوم قول كلمه التوحيد، قول لا اله الا الله، تنفعك في الدنيا والاخره، تنفعك في الدنيا هتهدي سرك، تنفعك في الاخره اول ما تنام في القبر والملاكين يجي يهزوك عشان تقوم تسمع الثلاث اسئله وتنام. اول ما يقومك لسؤال القبر تقول لا اله الا الله. انت بلد بقى انك نام في البيت، ما هو لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون. فتفكر انك انت مقومينك بقى ايه عشان تفطر بقى والفول جاهز وعليه الطحينة والزيت الحار لا خلاص انتهت، ما فيش فطار هنا بقى ايه، هنا رب كريم بقى. تقول لا اله الا الله، الملكين يقول لك نام كما كنت في روضة من رياض الجنة. خلاص، لانك انت جاوبت على الاسئلة قبل ما تسأل. ناجح بنت ياس. طيب تبقى كلمة لا اله الا الله بتنور القبر وتنور البيت. فاول ما تقوم تبقى تعلم اولادك، انت يا اولاد نعم يابا روح وراه لا اله الا الله، لا اله الا الله. انما ايه من النوم بقى فين علبة السجاير اللي كانت هنا؟ مين اللي خطف العلب؟ فين الكبريت؟ الكبريت ايه؟ هتولح في ايه بس؟ اعصابك، اعصابك الله يرضى عليك، اعصابك ده السجارة بثلاثة تعريفة و 20 سنة يفطروا العيال، حرام عليك، حرام عليك. خليك مع التوحيد ومع الكلام الطيب، وسيبك بقى من النفس ده، سيبك منه، خلي نفسك في القرآن، خلي نفسك مع الرحمن. أسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا علما نافعا.